أسست إحدى تمويل ومعناها بفرهايها إحدى تمويل وإحدى العالم العربي باش نوقعوا اتفاقية مع إدارة أيام قرطاج المسرحية دونك في إطار دعم العمل المسرحي معناها المنتج من قبل السجون التونسية بمختلف أنواعها السجون النسائية والسجون الرجالية وكيف كيف حتى الإصلاحيات عندها شاركت في الدورة الأولى والفكرة كالبيبي نقولوا نحن دوبا تولد بين يدينا بيناتنا نحن زوز كأندا وكيف كيف إدارة أيام قرطاج المسرحية في 2017 شاركنا كان فما مسرحية واحدة وقتها دونك من سجن الرومي برج الرومي في بنزرت تجربة لقات استحسان العباد الكل اللي حضروا كانت ايموسيونيل برشا وقتها ما ننساهاش لتوا حتى كنت نتكلم حتى لتوا ايموسيونيل بالحق دونك وقتها كانت فما تجربة واحدة ومسرحية واحدة اليوم نلقاو رواحنا فما 11 عمل مسرحي اللي خارج من السجون اليوم حاجة ما تنجمش تكون كانت تفرحنا وتعطينا معناها وتخلينا فخورين بالمنتوج هذايا 11 عمل مسرحي اليوم المساجين ما عادش يخموا في حاجات خايبة اللي نجموا يعملوها ولا كيفاش يخرجوا ولا كيفاش معناها شنو المحيط اللي هم عايشين فيه اليوم قاعدين يخموا مسرح اليوم قاعدين يفكروا فنيا في برشا حاجات قاعدين يجسدوا في اللي عايشينه هذا اللي باش نشوفوه وقاعدين نشوفوا فيه توا من خلال المسرحيات اللي قاعده تعرض يوميا خلال ايام قرطاج المسرحيه وباش يكون فما ثلاثه عروض فايزه دونك اندا باش تعطي ان بري للثلاث بري للثلاثه عروض هذوما وتشجيعا زاد المزيد من الاعمال ان شاء الله يكون فما اعمال اخرى ويكون فما انتاج اخر اليوم المسجون يرتاح وكيف كيف حتى السجان يرتاح كي يولي فما فكر فني ومسرحي داخل السجون. الاتفاقيه هذه تجي بعد لتعميق الشراكه الموجوده بين ايام قرطاج المسرحيه واندا اللي بدات صياغه التعاون هذه منذ 2017 كانت يعني العلاقه مثمره جدا اليوم تدعم في اتفاقيه ونتمنى يكون الاتفاقيه هذه تكون مستديمه ومستدامه يعني كل ما فما ايام قرطاج مسرحيه كل ما فما عروض سجنيه كل ما فما انداء تكون ايضا شريكه وهذا في واقع الامر في صلب وفي عمق انخراطها في كل ما هو اجتماعي وانفتاحها على مكونات يعني الإحاطة والمساندة الاجتماعية فاتقطعنا بحكم مجال البرمجة اللي هو المسرح داخل المؤسسة السجنية والإصلاحية باش يكون في حفل الاختتام هناك ثلاث جوائز فما جهات أخرى أيضا باش تشاركنا في الجوائز هذه لكن أيضا أنت باش تكون موجودة يعني الجوائز مهرجان هي جوائز موجهة للمؤسسات السجنية هون تدخل إنداء هو تدخل يهم السجين في حد ذاته وعائلاته عائلات السجناء هذه في شكل بطاقات بنكية لكل فائز من الفرقة السجنية يعني نقول العدد 10 ولا 12 ولا 8 فكل واحد باش يكون مستفيد ببطاقة بنكية فيها مبلغ مالي هذا بالإضافة للجوائز اللي تقدمها أيام قرطاج المسرحية مع شركائها في ثلاث جوائز سعيدين جدا بالشراكة هذه ونقول اللي في المستقبل باش تكون المسألة أعمق وأهم حتى الحادي هالتجربة المتفردة حتى الحادي ما تكون به اليوم ما يكون به المهرجان بشراكة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح لكن أيضا أصبحت التجربة هذه تجربة رائدة وتجربة أنموذج في كل العالم تقريبا تعطيه الورقة وهو كيف كيف ياخذ هكا بس
صحة. مرسي بوكو يعطيك الصحة. أتري بيانتو إن شاء الله نكون نعملوا معها اتفاقية تكريم وخلاص. مرسي بوكو.